الشعر والشعراء. ولهذه الفقرة من يهواها من عشاق القافية يقول لي شبيك يقول لي شبيك ما تكتب قصيدة وتمدح العباس يا الشاعر. يقول لي شبيك ما تكتب قصيدة وتمدح العباس يا الشاعر وعرفك بالشعر موهوب من ربنا الخلقنا الواهب القادر وندريبك إلك بدروب القصيدة فنون سمحة وتجبر الخاطر. يقول لي شبيك ما تكتب قصيدة وتمدح العباس يا الشاعر وعرفك بالشعر موهوب من ربنا الخلقنا الواهب القادر وندريبك إلك بدروب القصيدة فنون سمحة وتجبر الخاطر. قلت لك اكتب شعر شعبي ومقفى وهم شعر موزون وهم حر وحديث وفوقه الناثر. بس أنا وشعر كتبته أمس وشعر اللي كتبته اليوم وشعر اللي أكتبه إن شاء الله باكر ما أوصل بمدحي للحصان الراكب العباس. لا والله ما أوصل بمدحي للحصان الراكب العباس لا والله ما أوصل لحد يم التراب الدايس الحافر. اعذرني يا سيدي ومنك أريد المعذرة جيت يمك رايد أكتب لك قصيدة لكن العفو عند المقدرة. ومن هيبة العباس صار قلبي القلم ودمي صار المحبرة يا قمر هاشم يا ابو الغيرة اللي اجت من حيدرة. اعذرني يا سيدي ومنك اريد المعذرة ويا عضيد حسين يلي بطف كربلة كردس الميمنة عالميسرة. ومن تقدم العباس كل الخيل شردت والزلم ردت ورا ورايه شالها العباس ما طاحت بقت منتصرة. ويا سلام الله على أم البنين الجابة العباس سبع القنطرة ويا سلام الله على أم البنين جابة العباس سبع القنطرة. الآن قبل أن الآن مع نستقبل الشاعر شاعرنا عبد الله شاعرنا عمار النوين. السلام عليكم شرفت قرية الثانية قرية المرخ. يروى عن الإمام الرضا عليه السلام من قال فينا مؤمن شعرا يمدحنا به الآل بنى الله له مدينة في الجنة أوسع من الدنيا سبع مرات يزوره فيها كل ملك مقرب وكل نبي مرسل. وأيضا عن أبي عبد الله عليه السلام من قال فينا بيت شعر بنى الله له بيتا في الجنة. شاعرنا عمار النوين قبل أن أدعوك للذهاب للمنصة إذا أمكن تحدثنا شلون هذه البداية أو بدايتك في الجانب الشعري وإذا كان أحد كان لي يعني دفعك في هذا المجال. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية أنا أتشرف بالمشاركة معكم واقعا هي قريتي الأولى وليست الثانية. أنا مرتبط بالمرخ منذ الطفولة جماعة كلهم أصحابنا ولي الشرف إن شاء الله وأسأل من الله التوفيق ومنكم القبول إن شاء الله. بدايتي كانت الفعلية سنة 2001 بدأت في الشعر نتيجة ارتباطي بالمأتم والموكب
اللهم أدمها علينا من نعمة إن شاء الله الخدمة. وإذا كان هناك لأحد فضل فهو للوالد الله يطول عمره كونه شاعر يعني. فبدأت أستقي الشعر من ومع المحاولات الله وفقنا نحن نقدم شيء قليل يعني لآل البيت وللمذهب إن شاء الله. ونتمنى أن نحن نواصل على هذا الدرب ونتمنى من الجيل الناشئ إن شاء الله أن نتمسك بالمأتم، لأن لولا المأتم لما كنا، لولا الموكب لما كنا، لما استمرينا. الموكب والمأتم هم أساس وجود الطائفة، وإن شاء الله إلى ظهور القائم إن شاء الله عجل الله فرجه نكون مرتبطين بهذه الخدمة. أحسنت وثبتك الله على هذه الخدمة، ثبتك الله على هذه الخدمة إن شاء الله. وأتكلم على لسان شاعرنا عمار النوين، يقول كتبت الشعر من صغري وأبوي عليه شجعني. يقول كتبت الشعر من صغري وأبوي عليه شجعني، وقمت ألقيه في الماتم وما هكت بصغر سني، وصرت بموكب المظلوم كلمات اللطم فني، ورحت أخدم أبو الأكبر وما خاب بهالعمل ظني، وجيت الليلة ملبي ألبي دعوة المعني، المعني أبو السادة واطلب منه يقبلني، شعر ألقيه في حقه وقصر الجنة بي أبني، وادعو الله هالليلة بحق حسيني وفقني، بصلاة على النبي والآل يا الحاضر سامعني. كلمة بالمعاني ألف ديوان، كلمة بالمعاني ألف ديوان، لكن كلمة بالمعاني ألف ديوان، لكن بالقلم أكتبها حرفين، تدور على المحب من دون عنوان، لأن بروح حد للعناوين. كلمة بالمعاني ألف ديوان، لكن بالقلم أكتبها حرفين، تدور على المحب من غير عنوان، لأن بروح حد للعناوين. بس تدرون أصل الكلمة وش كان؟ كلمة حب أصلها حب الحسين، وكلمة الوفا تمشي وتسايل، تدور وين هي كلمة الإحساس، تدور عنها في كل الشمايل، تدور في الشرف تسأل النوماس، لقتها غافية بجنة الكافل، تعيش منعمة بحضرة العباس. ومحراب العبادة ماسك الصوم من ايده وهايمين بهالمساجد، يدورون الصلاة بدمع مسجوم، يسألون الخلق واحد واحد، دلهم واحد من خيرة القوم، لقوها بتربة العابد الساجد. بيت الوصي بالفرحة منه علت زغرودة، وزينب اجت فرحانة الحيدر تزف مولودة، قرت عيونك قالت بدرك وصل بسعودة، ضحك على وجهها ارتسمت ومنه على التنهيدة، وحيدر لزم لجفوفة واعطاه سيفة وجودة، وحسين ضم لصدره وقبل راسه وإيده. صلوا على محمد وآل محمد. بيت الوصي بالفرحة منه علت زغرودة، وزينب اجت فرحانة الحيدر تزف مولودة، قرت عيونك قالت بدرك وصل بسعودة، وحيد ضحك على وجهها ارتسمت ومنه على التنهيدة، وحيدر لزم لجفوفه
وإعطاه سيف وجوده، وحسين ضم لصدره وقبل راسه وإيده، ونادى ودموعه بعينه، ولازم أخوه بزنوده، لو عد فضل الأخوة فضلك يا أخويا بزوده. أبو فاضل كل هيبة، أبو فاضل كل هيبة، شلون أوصف هيبته؟ والله لو عقلي تجنن بالعشق ما لومه. أبو فاضل كل هيبة، شلون أوصف هيبته؟ والله لو عقلي تجنن بالعشق ما لومه. هذا عباس النفل والدنيا رهن إشارته، علم الدنيا وعلم الدنيا الشجاعة وتبقى تذرع لومه. نسج قصة وفى بجوده وعينه، واسأل رايته شلون شال العلم بزنوده ونزيف دمومه. ويوم عاشر من إجا يمشي وجبال بخطوته، والعدو من شافه ظل يرجف وسط الحومة، وظل على الخيمات يفتر كالأسد في مشيته. والعدو من نتهيب من عظيم عزومه، ومن عطاه حسين رخصة نظر بس لو خيته. كان يستسمحها يا اختي روحتي محتومة، ركب المطهم يصيح الموت صارت حزته. مطهمه ما قدر يلحق بالخطا جيدومه، وقلب جيش العدى بسيفه يسرته على يمنته، وكل من يدور لمهرب من دروا بقدومه. ذكر العدوان حيدر مثل رسمه وصولته، وشلون ابن العاص فر بفعلته الميشومه. من يقول حسين ظل بالطف وحيد؟ من يقول حسين ظل بالطف وحيد؟ ومن يقول هناك ناصر مائلة؟ هناك ابو فاضل ينادي العضيد، بيرقك بالروح انا الشايله، بالاخوه نشوف كل المعجزات، الوفى العباس الله مفصله، القمر والشمس لا ما يلتقون بس تلاقى وروح عاين كربله، على عرش الحب ملك يبقى الحسين، وابو فاضل يبقى للحب كافله، من يجي الزاير يدش صحن الحسين، وعنده اي هم اي مرض اي مشكله، قبل لا يوصل وعانق للضريح ابو فاضل بالحضن يستقبله. من يجي الزاير يدش صحن الحسين، وعنده اي هم اي مرض اي مشكله، قبل لا يوصل وعانق للضريح ابو فاضل بالحضن يستقبله. يحوي كل الكون ابو فاضل حنون، واي طلب اي حاجه يقضيها اله، بس حذاري لو اجى للطف عتاب، او تاذت زينبه قيد مله، تشوف شباكه يتزلزل من يثو، وكل تراب الشام يحس بالزلزله، وعلى المطهم طوى الدرب الطويل، ونادى زينب قولي شنه المساله، وزينب بفرحتها نادت خويا جيت، هلا بعباس البطل مية هلا. يا ابو فاضل بيك حاير كل فكر، تبقى اسرارك ما هي معروفه، من هو يفدل دين راسه بكل فخر، يقول اموتوا بيرقي معوفه، ومن هو قال المايه وصلنا الخيم حتى لو درب الخيام ما شوفه. للصبر آية صرت مثل الجبل، تحتمل ضيم الزمن وصروفه، بس عن الأطفال ما عندك صبر، لو شفت دمعة الطفل مذروفة. حيرت كل الوصوف بهيبتك، وصرت بلسان الوفة سالوفة، انت عطشان العطش فتمهجتك، وتملك الماي تظل تعوفه. أنا قبل حسين أشرب لا أبد، مو فعل عباس وما هي وصوفه، ولذلك تلقى في يوم الحشر أمه الزهرة تجي ملهوفة، وما تطالب لا ضلعها ولا فدك، تطلب بثار القطع لجفوفه. بيت الدعاء إن شاء الله، ونسأل منكم العذر إن شاء الله على الإطالة. يا باب الحوائج، يا باب الحوائج كلنا محتاجين، ومن هو بهالزمن مو عايش بكربه،
يا باب الحوائج كلنا محتاجين، ومنه بهالزمن مو عايش بكربه، غريبين بوطننا بالفقر والخوف، وغربة الوطن هذه أشد غربة. يا مولاي وتدرش ذنب شعب اليوم، ذنبه بالوطن إن طفح حبه، وأصبح مستعد الأرض يفدل روح، وشال الوطن نبضة في وسط قلبه، وما خاف القيود وجاير الأحكام، والميت أظن ما تضره الضربة. بعد بنلاقي أكثر من وضعنا الحين، ما نستوحش الحق لو صعب دربه. يا مولاي جيناك بقلب تعبان، نطلب من جنابك سيدي طلبه، بحق المصطفى يا ابو الفضل ننخاك، وحق اللي انولد في باطن الكعبة، وحق الزهرة نقسم يا الكفيل عليك، وحق المشتبة وسمى وعظم خطبة، وحق الحسين وندرش يعني لك الحسين، وسهم همومنا يشبه سهم قلبه، وحق زينب الحورة والسبي والشام، وحق سكنة وخدرها وحرقتة وسلبة، توسط لنا عند البار يا عباس، ونشد الله يا ابو العلم والقربة، يطلع كل أسير بعز عالي الهام، ويرجع كل غريب الأرض والشعبة، ويآمن كل شريد الناس يطعم النوم، يقضي الليل عايش محتمي برعبه، ويفرج عن شعبنا وينصر المظلوم، وظن الناس حاشا لنك تخيبه، قلنا اللي نريده ونحمد الله دوم، ونصلي على النبي وآله وأخص صحبه. أحسنت، بارك الله فيك وطيب الله أنفاسك، وبنى الله لك إن شاء الله بكل بيت كتبته في هذه القصيدة بيتا في الجنة. دخلت السنة الرابعة من الهجرة لتشهد الولادة المباركة للإمام الحسين عليه السلام في بيت علي وفاطمة في المدينة المنورة، وتدرج أبا عبد الله في كنف جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ينهل من منابع علمه الفياض، ويقتبس من أنوار أخلاقه ومعارفه، وشملته الرعاية المحمدية 6 سنوات. حسين مني وأنا من حسين. ثم انتقل إلى مدرسة والده العظيم علي بن أبي طالب عليه السلام، مقتدياً بنهجه مدة 30 سنة في حفظ الدين وإدارة شؤون الأمة، ومشاركة والده في حروب الجمل وصفين والنهروان، وبعد ذلك عايش أخاه